صامدون 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 درب النضال نحن عليه سائرون عزيزي يا وزير التربية أجل بالحال ولا حماد القامية اليوم الأساتذة حاملوا الشهادات سيجوبون شوارع الرباط حفاة، ونهدف من خلال هذه المسيرة النوعية التصعيدية إلى التعبير عن الوضع المتردد الذي آل إليه رجل التعليم في المغرب من خلال مجموعة من المخططات المشؤومة التي أنزلتها الحكومات المتعاقبة وهذه الحكومة، وذلك عبر ضرب المكتسبات التاريخية لدى رجل التعليم. تلمسوا اليوم أن معظم المخططات التي تنزل الحكومة ككل يكون في قطاع التعليم. جميع الضربات التي يتعرض لها الموظف تكون موجهة بالأساس لرجل التعليم، وتلاحظوا ماذا يقع اليوم. هناك هجوم مكثف على رجل التعليم، وذلك من خلال أو التوجه نحو ضرب التعليم العموم. الدولة بغت تبخس دور رجل التعليم، بغت تقلل من القيمة ديالو، بغات تريد أن تنال من المكانة التي يحظى بها في المجتمع، وذلك عبر الإجهاز على مكتسباته التاريخية. اليوم رجل التعليم أصبح في وضع لا يحسد عليه، هذا الشيء معروف في المغرب ومعروف، وحتى التقارير الدولية عندما تصلفنا في الترتيب ديال التعليم في المراتب المتدنية تعزو ذلك إلى المكانة ديال رجل التعليم. الكل يعني وضع لم يعد خافيا على احد. لذلك اليوم نحن من خلال المسيرة الحفاة نريد ان نقول يعني ان نعبر عن الوضع المتردي يعني لرجل التعليم. هذه الخطوه النضاليه تاتي في اطار المسلسل النضال او في اطار الاضراب الوطني المفتوح اللي دخلنا فيه يوم 2 ديسمبر، خضنا اسبوع المنصرم، اشكال نضاليه نوعيه تصعيديه. هذه الاشكال النضاليه تعرضنا خلالها لمختلف انواع القمع والتنكيل. 4 أساتذة تعرضوا لإصابات خطيرة يوم الأربعاء، نقلوا على إثرها للمستشفى. اليوم هناك من خلال تصريح لأحد اللامسؤولين القمعيين، حتى لا أقول أمنيين، قال في موقع إخباري بأنه هذا المسألة سوف لن نسمح بتنظيم مسألة الأسر. هذا ضرب لحق دستوري للمواثيق الدولية الذي يكفل حق الاحتجاج وحق التظاهر السلمي. المسيرات قمعتوها، المسيرات قمعتوها، وسعيد بركة، وسعيد بركة، تعنت بركة، وخاتع يا ما تطفي، وخاتع يا ما تطفي. سنك أحلى حمزة زيد، 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 سنك أحلى حمزة زيد. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.